كاينه شي حاجه يانو صافا رجينا دار من الحطاب ديال البلد. والان كنكتشفوا التشكيله الرسميه ديال منتخب اكسيلو. اكسيلو المساند الرسمي للفرحه. غون بيريبي جزيره كتموقع في جنوب غرب كوت ديفوار، كتبعد على مدينه سان بيدرو بما يقارب 70 كيلومتر. الا بغيتي توصليها خاصك توغل في الادغال الافريقيه، مغامره جديده نعيشوها مجموعين في بلان في الكان. مشينا وحنا شادين طريق الجزيره اللي بغينا نوريكم. ها هو سفيان القدام الشيفور الطاكسي، ها زميلتنا صفاء الشيفور معرف الطريق، هذا هو الاخ غادي يورينا الطريق. سي با تخو لوان سي سا توا تغيانا فور تو فان نوز اكونباني سي سا عادي لقاه مريح قال لي يلا غتمشي معانا ركب شاد معنا الطريق عادي جدا. شوف ما غنضربوش الطريق على الخاوي، كاينه شي حاجه كاينه شي حاجه كاينه شي حاجه. صفاء اش بالك صفاء؟ واش نقول لك ما عرفتش الصراحه شي كيخلع يا اش من الغباش بالصبور. فور الوصول ديالنا للوجهه اللي حددناها تفاجئنا باستقبال الناس لينا، رحبوا بنا احسن ترحيب وخلونا نحسوا بالاطمئنان. كاع داك التخوف اللي كان عندنا وحنا داخلين وسط الادغال مشى ملي حضينا بهذا الاستقبال. يلا 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 هذا مول الطاكسي والدري اللي سولناه على الطريق حيت ضربنا مسافه طويله دونك ما قدوش يرجعوا بقاو معنا. حنا باقيين كنكتشفوا نمشيو نشوفوا. قال لك كاينين دي بيسين ناتشورال ما عندناش فاش غادي نرجعوا ديكو غادي نبقاو بيتين فاش اللي قال شكون اللي كاين صفاء كي جاك بلان في الكام ديالنا مزيان زوين واصيلو هادو ديال شي خنش ما عرفت بحال والو سفيان مستمتعين دابا شوف البلاصه الاخرى اللي قلنا ياك جينا على قبل لي بيسين ناتوريل احنا غاديين كنقلبوا عليهم باقي ما وصلناش ولكن انا وسفيان وصفاء رجينا دار من الحطه ديال هادشي الحطه جينا مستعدين واجدين لهادشي اي فوالا انسان جاي او السلام ديالهم شنو هاد انا مشكلة في قد الماء يلا تلحيات دابا غيبداو عرفت بلي معانا صفاء باش غادي نحويجها باش كطلبو فيه شوف العالمية عندك الطاحة العالمية بوجنيبه حنا كنديرو ليه بوجنيبه شوف غير مالك تخلع براسك علاش معايا شي حاجه ما تقدرش تفكر بزاف تخيلوا ضربنا مسافه طويله ولكن فاش وصلنا شفنا هذا الماء سخون ومنعش ملي وصلنا لقينا مرازك ضربنا 600 كيلومتر على الاقل ولكن هذا بيسين هذا بيسين انا نسمي الفندق اجي اسمعني انا حركت سير يعني ترى سير سير ماما ديك الام الاكبر ولكن سفيان المنظر هذا عادي المنظر هذا مستانه بديك الطريق كامله اللي ضربنا صراحة دوزنا نهار زوين واستمتعنا به. أحسن حاجة نساليو بها هاد النهار هو الدقة الغروب حتى الناس كانوا زوينين بزاف. السلام عليكم تشاو. والآن كنكتشفوا التشكيلة الرسمية ديال منتخب اكسيلو. اكسيلو المساند الرسمي للفرحة.